السلام عليكم جوار. المهم الخوت، جيت لكم تكلم محتمله مباراه الغد ضد فولهام، وزيت غادي يلعبوا ولا لا. المهم غتشوفوا التكيله بعينيكم وناقشوا ليا واش التكيله هي اللي كاينه ولا لا. حيت انا التكيله الخوت الغد ضد فولهام الفريق اللي سهل نوعا ما، غادي يلعب المدرب توخل العديد من اللاعبين اللي ما لعبهمش في المباريات الفائته او السابقه، بحيت كما عارفين لا ابراهام لا زياش لا هافرز لا جيلمور لا الونسو لا اودوي شحال من هادي ما لعبوا. هادشي علاش المقرر يلعبوا غدا. نقول لكم علاش توخيل باغي يخلي العديد من اللاعبين يرتاحوا شويه قبل موعد ريال مدريد نهار الاربعاء، بحال لاعب موصل مونت بحال لاعب بوليسيت، هاد اللاعبين اللي بينوا. هادشي علاش غادي يخليهم في احتياط باش يعطي الفرص للعديد من اللاعبين بحال زياش وهافرز وابراهام اودوي الونسو، باش هادو بينوا اولا شي واحد فيهم خرج باداء اللي جميل غادي يلعبوا اساسي ضد ريال مدريد. هذاك الشيء علاش غادي يقوم بالتشكيله اللي كتشوف الصوره. عندنا ميندي زوما سيزار اسبلاكويتا، عندنا الونسو جيلمور كانتي اودوي، الهجوم عندنا كاي هافرتز ابراهام او لاجيرو واللاعب حكيم زياش. هذو المقرا يلعبوا غدا ضد فولهام، حيت المباراه غتكون سهله نوعا ما. المدرب توخيل بحيث انه واخد راحته بعد الهروب على وسطهم من ناحيه النقاط المركز وضمان المركز الرابع. هادشي علاش غادي يلعب وغياخذ اريحه كبيره في تشكيله الغدا اللي غادي يلعبوها ضد فولهام. وبالتالي نتمنى زياش يقدم مباراه كبيره ويعطي تمريرات حاسمه للاعب اللي معاه ويكون من احسن المباريات ديالو، بحيث انه مباراه نوعا ما تكون سهله. وخاص اللاعبين اللي لعبوا معاه يقدموا مباراه كبيره، يكون هناك تفاهم بحال لاعب كاي هافرتز وابراهام. ابراهام وزياش كبين واحد التناغم، بحيث انهم كيما عاقلين ايامات لومبارد كان ديما كيلعبوا بجوج، وكان ديما زياش كيعطي تمريرات في الراس ديالو وكيزم الاهداف. كنتمنى الخوت هادشي يكون غدا ويكون هادشي اللي كاين. اش بان لكم الخوت في التشكيله؟ واش هادي المقارنه يلعب بها مدرب توخيل او لا؟ بالنسبه ليكم ديما كنشوف التعليقات ديالكم. واش بان لكم الخوت في التشكيله؟ نتمنى عجبكم بلان كما العاده. كان معكم الاخ ديالكم مروان، ما تنساوش تشتركوا في القناه تهلاو لي فراسكم.